ومعي عبر الهاتف مشاهدينا الدكتور فتح الفضل الكاتب السياسي والأستاذ الجامعي. دكتور حياك الله. في البداية يعني كيف نفسر ما يحدث في مدينة بنغازي من انعدام للأمن ومحاولات متتالية لاغتيال أحد أفراد قبيلة العواقير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة التناصح على هذه الفرصة، وأحييك أستاذ مصطفى وأحيي مشاهديك الكرام. حقيقة يعني ما يحدث من عدم استتباب الأمن شيء متوقع جدا. يعني ماذا تتوقع من دمويين قتلة؟ يعني شفناهم من تصرفاتهم مع الأسير، مع الضعيف، مع المرأة، مع الطفل، مع الرجل، مع مدينة كاملة محاصرة. يعني عدم استتباب الأمن واضح جدا، وهم يعتقدون أن هذا ما يفعلوه يعني في صالح البلاد والعباد. أما بخصوص اغتيال جعيم، لا أعتقد أنه يختل فيه لأنه ينتمي إلى قبيلة العواقير، بل يختل فيه لأنه من مواقف، يعني بسبب المواقف وأيضا بسبب ما صرح به جعيم بعد محاولة الاغتيال الأولى أو قبلها. بالتأكيد قبلها، أنه يملك معلومات كبيرة جدا تورط بعض الشخصيات، وأنا ذكرت في حلقة بالأمس التناصح قلت لجعيم أنك أنت الآن مستهدف، عليك أن تظهر هذه الحقائق للناس حتى تساعدنا في اتخاذ القرار الصحيح فيما يخص حفتر وأبنائه وارتباطاته بدول الإقليم والدول المجاورة. يعني أعطي هذه المعلومات للناس، ساعدهم. يعني أنت الآن عليك أمانة كبيرة جدا، يعني صحيح أنت ستعرض حتى محاولة ثالثة ورابعة وخامسة يتوقعها من مثل هذه العقليات الدموية، توقع ذلك. وبل ذكرت لأنك أنت ستتعرض لمثل هذا الأمر، ذكرونا أيضا زملائنا حتى في القنوات وعبر اللقاءات، شيء واضح جدا. أنت تقول أن عندي معلومات حساسة وخطيرة جدا تجرم حفتر وأبناء، إذا أنت عرضت نفسك لما عرضت نفسه إليه. الآن الخطوة القادمة إظهار هذه المعلومات للرسميين، للمحاكم الجنائيات، للمواطنين أيضا. يا سيدي إن شاء الله جملتين ثلاثة توضح من وراء هذه الاغتيالات حتى تساعد. طيب الاحتقان الذي تشهده مدينة بنغازي دكتور، الاحتقان الذي تشهده مدينة بنغازي في الأسبوعين الأخيرين، وكذلك انتشار عمليات السرقات والاختطاف في ساعات الليل المتأخرة، وكذلك الاختطاف على الهوية في المدينة إذا كنت من قبيلة العواقير، يعني كيف نفهم هذا أو هذه الفوضى التي تحصل في مدينة بنغازي؟ الفوضى يا سيدي من هذه العقول المتصدرين المشهد العسكري، لا هم عسكريين ولا هم مدنيين ولا هم ناس يحبوا الدولة، وإلا لحدث الأمن والأمان والاستقرار. أما فيما يخص القبض على الهوية، فأنا يا أخي ذكرت لقبيلة العواقدير ولولا أن يوسعوا من دائرة تحالفاتهم وتعاملهم مع أعداء هذه العملية اللي انطلقت لمحاربة الإرهاب، فأصبحت تحترف الإرهاب حتى ضد كوميري، بتاكلكم يعني بتاكل أبنائكم من أجل السلطة. ما تخلوش الموضوع محصور في العواقير، حتى فعلا يتم إقناع عام الشعب الليبي بأن هذه العملية ضد الوطن، مش بس ضد قبيلة العواقير. وذكرنا أيضا فيما سبق أن هذا أسلوب كان اتبع حتى معمر القذافي، كل ما يحدث ضد حدث أو واقع أو انقلاب يحاول أن يحصر هذا الحدث أو هذه المحاورة في مدينة معينة أو في منطقة معينة أو في قبيلة معينة، كما ذكرنا انقلاب مصراتة، انقلاب بورفلة، دائما يسمي فيه الأسماء حتى لا يحدث تعاطف من قبل الناس باقي الوطن في ليبيا، وحتى يقول والله هذه يبدو أن هناك طموحات جهوية وطموحات قبلية، فيفتقدوا للدعم على مستوى الوطن. ولذلك على العواقير أن يوسعوا من دائرة تحالفاتهم مع الجميع، مع كل من هو عدي لهذه الحركة، حتى لا يصبحوا هم الهدف، وهم قادرون على ذلك، وأعداء ما يسمى بحفتر وأبناء كثيرين جدا. لما نقول حفتر على فكرة مش كشخص، نحن نتكلم على المخابرات المصرية، نتكلم على مصر، على الإمارات، وهم قادرون على أن ينقذوا وطنهم. يعني ليبيا بالعكس، يعني كما ذكرنا الألف مرة، التكفير على دعم هذا الرجل هو إزالته من المشهد العسكري والسياسي. يعني واعتقد ان جعيم وغير جعيم وباقي الناس اللي ضد هذه العمليه واللي يروا فيها ظلم وقهر ولا لا، هذه فرصتكم التاريخيه. طيب دكتور، يعني من هذه العمليه البشعه التي لها ارتباطات خارج الوطن. طيب واضح جدا ارتباطاتها، لعند امس واحد هذا كرمكم الله بكل وقاحه وقله ادب
الممثل المصري في 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 مجلس امني يتحدث عن قضايا داخليه ووقائع. طيب دكتور لا ما تمسكوش ما تحكموش يدخلك انت يا اخي دكتور. ارتباطات هذه العمليه بالخارج واضحه، ولذلك يعني يشفع لقضيه العواذير تاريخيا ويعتبرها فعلا تكفر عن ذنبها اذا ريحتنا من هذه العمليه على ان يوسع من دائرة التحالفات. ايضا هذا الرجل رسميا يعني رجل معين من الرئاسه. طيب من الرئاسي وتعرض لمحاولة اغتيال مرتين ولم نسمع شيء من المجلس الرئاسي، بينما السيد العميد محمد الجنيدي رجل تحرك بوطنية وغار على الضحايا الوطن والدماء اللي بين طيب دكتور فتحي الطيارين المصريين يحالي للتحقيق ومش عارف والإقالة، بينما الطيارين المصريين اللي قصفوا ليبيا وقتلوا أبنائها. طيب دكتور نحن نتحدث عن تشهدوا مدينة بلغازي دكتور، يستقبلهم السيسي كأبطال ويعطيهم أوسمة دكتور. بينما المواطن اللي غار وغضب لدماء ليبيا ولوطنه ولسياسته يحال إلى التحقيق. يعني هذه قضية لابد أن نقف جميعا ونضع أيدينا في أيدي بعض من البعض. طيب نتخلص من هذه العملية، نتخلص من مخابرات مصرية والإمارات ونصنع وطن مدني يعطي حقوق الجميع، يرد الحقوق للجميع، يسعنا جميعا. يعني أعتقد هذه فرصة تاريخية أمام أهلنا في أهل الشرق الذي يجب أن نتعاضد معهم ويجب أن نضع أيدينا في أيديهم لنخرجهم. طيب دكتور فتحي كنت تسمعني دكتور فتحي الذي وضعته في هذه العملية. دكتور فتحي يعني هل تتوقع أن يحدث صدام بين قبيلة العواقير في بنغازي وقبيلة الفرجان؟ والله أنا بصراحة أقول لك الحقيقة، بالنسبة لقبيلة العواقير استهدفت يعني البرغسي وش اسمه هذا وتهميش بعيره وحاجات وجدات، يعني لا تحضرني كل القائمه اللي تعرض لها قبيله العواقير الواطي اغتيال، يعني هي هذه القبيله المكتوب لها ان تهمش مش عارف ليش ولا لا؟ واضحه جدا يعني طالب الاعدادي يدرك ان القبيله هذه متعرضه لاشياء لتهميشها واخراجها من المشهد السياسي والعسكري، هذه واضحه جدا جدا جدا. على الخطا اللي ما يبيش القبيله العربيه ترتكبه ان تتعامل بالامر كقبل، لا تتعامل مع العمليه كعمليه قبليه، بل اتحدوا مع جميع الليبيين والمواطنين فكوكا من هذا خارجي هذا اسلام سياسي هذا مصراتي هذا، اتحدوا مع الجميع من اجل ان نبني وطن. غيروا يا اخي انتم مش كنتوا يوما من الايام تقاتلوا معاه استهدفكم. نعم اشكرك جزيل الشكر دكتور فتحي الفاضلي الكاتب السياسي والاستاذ الجامعي.